انا عايزه الساده المواطنين يفهموا بالظبط، يطلعوا يفضحوا مين، بدل ما كل شويه نطلع نقول انا ما بشوفش الا فيديو يا ريس يا ريس يا ريس يا ريس يا ريس يا ريس. طبعا هو كبير وعشان كده احنا بنقول يا ريس، بس من الذكاء ان احنا نعرف انه المشكله دي سببها مين، ونعمل فيديو ونشيره علشان نفضحه فيقوم يا يعمل شغله يا يبطل انه يضيع المواطن. ايه رايكم؟ لازم كل واحد عنده مسؤوليه يكون على قدها. الشعب تعبان، الشعب بيعاني. انا عايزه كل مواطن من النهارده عنده مشكله يتكلم عنها، اتكلموا، طلعوا اللي جواكوا، بس ما تقولش يا ريس. الرئيس عين رئيس وزراء، ورئيس الوزراء عين وزراء، والوزراء عينوا مسؤولين، وهكذا. الناس دي بقى كلها شغلها فين؟ دول اللي مسؤولين ان احنا نبقى لا نعاني من اللي احنا بنعاني منه دلوقتي. يبقى في حاجة غلط، اطلعوا قولوا بشكل مباشر. التاجر اللي بينصب اطلعوا قولوا اسمه، اعملوا بلاغ للنائب العام على انه هذا التاجر فاسد وبيتاجر بيكو، بلغوا عن المسؤول اللي مش قاعد على مكتبه اللي ما بيشوفش شغله، خليكم مراقبين عليهم، كملوا على شغل الريس انتوا اللي بيعمله واللي لازم يعمله هذا المسؤول. لازم نشوف نتائج على الارض. في حاجه غلط، الفسيله اللي زرعها الريس والنبته دي لازم تطلع، يعني لازم تطلع. لازم ان احنا نشوف حصاد، طالما ما بنشوفش حصاد يبقى الناس دي ما بتاخدش بالها من المحصول. مش كل ما تحصل حاجه يا جماعه يا ريس يا ريس. طبعا سيادة الرئيس هو الكبير والخير والبركه وهو كل حاجه، بس هو برضو مش ما ينفعش يعمل كل حاجه. سياده الرئيس لما تفشلوا معاهم مع هؤلاء المسؤولين اللي بقول لكم عليهم، قولوا يا سياده الرئيس. وانا لقيت سياده الرئيس الحقيقه، سياده الرئيس عامل حاجات حلوه جدا، وعامل حاجات بره الصندوق، مبادرات صحيه وانسانيه واجتماعيه، تكافل وكرامه ومعاشات وزياده اجور وحياه كريمه. ده عشان يقلل زياده اثر زياده الاسعار اللي هي على المواطن. سياده الرئيس حاسس بالناس، وفي نفس الوقت يكون عندنا وزراء قراراتهم للاسف بطيئه وحلولهم مش حاسين بيها وخطوتهم ابطا من سياده الرئيس. يعني مثلا سياده الرئيس ماشي بسرعه 180، هم ماشيين بسرعه 10 او 20. ما هو انت لازم هتوقع الدنيا، وهتوقعني انا، وهتوقع شغل الكبير السيد الرئيس اللي تعب قوي من يوم ما مسك الرئاسة لحد النهاردة. هو خدها خرابة. وعلى فكرة خلي بالكم، هؤلاء المسؤولين الفشلة سيادة الرئيس مش هيسيبكم أبدا. هو لا يسمح بذلك أبدا، لا يسمح بذلك الإهمال أبدا. سيادة الرئيس أنا عارفة متأكدة من يعني شخصيته اللي أنا شفتها طوال حقبة الزمنية لإدارته للبلاد، أنا عارفة أنه هيتصرف وهيعمل إيه مع المسؤولين. أنا شفت كل المشاهد دي زي ما بقول لكم وأنا بعيد، وأنا في فترة سلام مع نفسي وفترة هدوء. يعني مثلا أنا كنت ساعات ببقى تعبانة والمحلول يبقى في إيدي وانزل أجي بيه واروح مطلعاه على باب الاستوديو. لا، انا لو تعبانه بعد كده هقول انا تعبانه ومش هنزل، لاني بحمل على نفسي. انا عايزاكم تعملوا زي لما تكونوا تعبانين، قولوا احنا تعبانين، اتكلموا، طلعوا اللي جواكم.
الكلام بس مش هيحل، ما نقعدش نشتكي، لا، واحنا عايزين بقى مسؤولين بتعرف تفكر بره الصندوق وتعرف تحل مشاكلنا. واهم حاجة عايزين حد يجاوبنا على السؤال الرئيسي، ليه الأسعار بتزيد اليومين دول؟ وامتى مغارة علي بابا هتتقفل؟ ها؟ 90 دقيقة هيكون صوتكم، مش بس القاهرة الجديدة، لا، احنا معاكم دايما. انا راجعت نفسي، انا قصرت طول فترة شغلي في 90 دقيقة؟ لا، انا مفروض انه يتعمل ديكور اللي هي في 90 دقيقة جديد، مش قادرة استنى الديكور الجديد لما يخلص او لما يتعمل. انا نزلت، انا حد قال لي مرة الحقيقة نصيحة، رئيس محطة ال بي سي اللبنانية شيخ بيير الظاهر، ده أسد الإعلام في لبنان، قال لي بسمع إنه الإعلام مش ديكور ولا شكل، الإعلام روح، والإعلام الحلقة أو البرنامج انت ممكن تقدميه بكاميرا واحدة وسجادة على الأرض وتكسري الأرض، مش هنسى ده. فأنا ما عنديش مشكلة لا ديكور ده ولا الديكور الجديد، أنا بحب مشاهديني، مشاهدين 90 دقيقة، ودلوقتي ما فيش حاجز بيني وبينهم، وكانوا وحشني ونازلة النهاردة، وزي ما دايما ما بعمل بقول كلمة حق، وإن شاء الله هبقى صوتكم زي ما وعدتكم دايما. وفي تغييرات في المضمون ومحتوى النهارده، بس نازله ايه ادردش معاكم.